احنا عايزين طبعا نطمن على كابتن عمرو السوليه، ومعانا دلوقتي على التليفون والده الكابتن محمد السوليه، والد كابتن عمرو السوليه. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه، صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. يعني احنا بنشكرك بالنيابه عن عمرو السوليه عن الاداء البطولي اللي هو لعبه امبارح في المباراه، وعايزين نطمن على صحته. عامل ايه عمرو السوليه دلوقتي؟ لا عمرو تمام الحمد لله، ما فيش حاجه، يعني كل اللعبه كلها كويسه الحمد لله. هل حصلت اصابه امبارح؟ لا لا مفيش حاجه الحمد لله، تغيير ممكن مثلا اجهاد ولا حاجه. هل كلمك عمرو بعد عمرو كلمك بعد الماتش امبارح؟ انا كلمته بعد الماتش على طول وباركت له واطمنت عليه، والحمد لله مفيش حاجه واللعيبه كلها تمام يعني ورجاله. الحمد لله الحمد لله. هو بس السؤال يعني بعد، صباح الخير على حضرتك الاول، ايهاب المصري معاك. صباح الخير يا كابتن ايهاب، ازي صحتك؟ هو طبعا حضرتك يعني انا عارف يعني انا بشيد باداء عمرو وبنشكر، يعني هو ممكن السؤال عشان خاطر تغييره عمرو امبارح كانت مفاجاه بالنسبه لنا، فهي ممكن السؤال بنطمن ان عمرو فيه حاجه او لا؟ لا انا كلمته امبارح والله يا كابتن ايهاب، قال الحمد لله مفيش حاجه، يعني ممكن يكون وجهه نظر مدرب ولا حاجه، وممكن يكون عنده جهاد، لان انت عارف ان اللعبه ديت لعبه نزلت ماتش وقت اضافي والراحات بسيطه، فممكن يكون اجهاد بس ولا حاجه. هو واضح اللي كان يعني، بس الحمد لله عقبال البطوله يا حاج ان شاء الله. عقبال يا رب، وبنبارك للشعب المصري كلته. وباذن الله باذن الله يوم الاحد هنرجع بالبطوله باذن الله. ان شاء الله يعني. ونبارك للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الجمهور المصري والجمهور اللي راح، ولو في ناس يعني عايزين اكتر من كده فتحوا من كل شعب مصر هيروح. يعني ان شاء الله. حاج محمد عاوزين نعرف منك بقى يعني وانت بتتفرج على المباراه امبارح كنت شايف يعني اداء محمد ازاي، اداء عمرو السوليه اسف ازاي، وفي نفس الوقت كنت بتتفرجوا ازاي بقى؟ كلمنا على اجواء الفرجه جوه بيت واحد من يعني الناس المؤثرين فعلا واللي كان ليها دور كبير في المنتخب. امبارح والله كنا بنتفرج يعني باعصاب، يعني اكننا اللي بلعب. وهو يعني الاداء في الملعب امبارح كان تكتيكي. انت لعب ماتشين قبل كده، ماتش كوت ديفوار وماتش المغرب وقت اضافي، والمغرب والكاميرون ما لعبش وقت اضافي خالص، ويوم راحه زياده عننا، وبتلعب ضد فرقه صاحبه الارض والجمهور والحكم المستفز، يعني كل الاجواء دي كلها، واللعيبه هناك بتعيش ظروف صعبه جدا. والحمد لله اللعيبه دي رجاله وقدروا وعلى قد المسؤوليه، وباذن الله هم برضو على قد المسؤوليه وهيفرحونا يوم الاحد باذن الله. كلنا كنا حاسين ان احنا عايزين ننزل نلعب كده في الملعب امبارح من كتر الشد العصبي. كابتن محمد السوليه والد الكابتن عمرو السوليه، كل الشكر ليك.